السلام عليكم. بشهر 3/2015 تزوجت من زوجي رائعة اسمها منى. وزي أي اثنين بتزوجوا حبينا إنه نطلع شهر عسل. فأنا حكيت لزوجتي منى: منى شو رايك نطلع على يافا، حيفا، عكا؟ منى أخذت نفس عميق وحكت لي: بوجهك وعلى أقرب شركة سياحة بالبلد بتتناول تذكرتين سفر لتركيا على الأقل وبترجع، ولفتك هاي نعملها بس نرجع. قلت لها ممتاز، يعني جيت أوفر بس على الفاضي، يعني ما زبطتش معي. تمام، وهذا اللي صار. طلعنا على تركيا، ولما طلعنا على تركيا بلشنا في كل طقوس شهر العسل من لف ومشتريات إلى آخره. باليوم الثاني التقينا بعائلة سورية. هاي العائلة السورية هي عائلة سورية لاجئة، طلبوا منا مساعدة وما فكرناش مرتين، لأنه أصلاً حديث الساعة بيني وبين زوجتي منى كان خلال أو أثناء فترة الخطوبة هو عن أزمة اللجوء وأزمة الهجرة. قدمنا لهن اللي منقدر عليه، ولكن هيك كملنا كل شهر العسل. كل يوم كنا مع عائلة شكل بتواضع وفخر. وإحنا مروحين حكينا مع بعض بالطيارة إنه خلص أجى الوقت إنه عن جد نعمل إشي اللي يكون عن جد ضخم عشان اللاجئين، ولو لمرة واحدة، ولو حملة إغاثية واحدة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ولكن تكون عن جد بتستاهل. وبالفعل أخذنا القرار وروحنا على البلد وبلشنا نزبط بكل أمورنا عشان نطلع هاي الطلعة العظيمة جدا. فجأة وإحنا منعرف إنه أنا ذاك وبهذيك الفترة، أذكر عام 2015، كانت الحدود الغير نظامية مفتوحة، كانت صور الشهداء تدرج بشكل يومي في وسائل الإعلام للأسف، كانت صور الدمار بالشرق الأوسط الجميل منشوفها كل يوم بنشرات الأخبار وبجميع وسائل الإعلام. ما فكرناش مرتين، حكينا ماشي تمام أوكي، نطلع على بودابست وهي العاصمة الهنغارية على منطقة اسمها الكلتي. ليش نقينا الكلتي؟ لأنه زي ما ذكرت قبل شوي الحدود الغير نظامية مفتوحة. فتوكلنا على الله وطلعنا، لأنه احنا عارفين انه أنا ذاك أيضا عنوان اللاجئين أكبر مسيرة لجوء عبر التاريخ اللي بلشت من الشام الجريحة إلى برلين الحلم 3500 كيلومتر مشيا على الأقدام أو إبحارا بما يسمى باللغة أو اللهجة السورية البلم، وهو قارب مطاطة اللي كانوا يعبروا فيه بحر إيجا اللي هو بحر الموت. وصلنا لبودابست، مسكنا خارطة صغيرة، رحنا على منطقة اسمها الكلتي. الكلتي هي عبارة عن مجمع قطارات مركزي اللي بيطلع منها قطارات بشكل يومي بل كل ساعة لجميع أوروبا. لما وصلنا هناك ذهلنا، لأنه بنهاية المطاف إحنا قررنا إنه نطلع ولو لمرة واحدة على أساس نساعد 10-100 عيلة، فيش أي مشكلة، هذا اللي بنقدر عليه. لما وصلنا هناك الوضع كان مأساوي، كان العدد بالآلاف بل عشرات الآلاف، آباء مكسورة، أمهات حزينة، أولاد بيبكوا، ناس ضايعة. ما فكرناش كثير، التقينا هناك مع كم شاب وصبية من دول عربية مختلفة اللي أصلاً جايين يدرسوا ببودابست، وزي ما بيقولوها بالفلسطيني بسطنا بالكلتي بمنطقة 10 متر ب10 متر، على أساس هاي النقطة تكون المكان المناسب والملائم نقدر نعطي فيها معونات للاجئين عشان يكملوا مسيرة اللجوء تبعتهم. بهاي المنطقة اللي هي اللي اسمها الكلتي، اللي بهاي المكان بالبسطة اللي بسطناها، كنا نعطي كل يوم أكل، شرب، ملابس، حفاضات، حليب أطفال، أحذية، اللي بدكم إياه. مرة من المرات بعد ما زوجتي طبعا اللي بتوزع كل المهام بعثتني أجيب أحذية ورجعت، هي كانت مسؤولة عن التنظيف والتعقيم وأنا كنت مسؤول عن تلبيس الجربات والأحذية بكل تواضع وفخر. كمان مرة خلصنا يومنا ما ظلش معنا إشي، أجتني بنت صغيرة اسمها ياسمين اللي شايفينها هون. ياسمين بتوقع من درعة، أجت علي وحكت لي: عمو مش أنت بياع لبوات أو بياع الأحذية؟ بسمت شوي حكت لها مزبوط أنا بياع الأحذية. حكت لي: تمام لو سمحت بدي بوت صغير
ولو بلون زهري. حكيت لها تمام بتموني ولا يهمك، بس ضلك مع زوجتي منى قبل ما اروح وارجع. وبالفعل مسكت حالي، طلعت جبت بوت وجربات ورجعت. لما وصلت عند ياسمين حكيت لمنى لو سمحتي خليكي على جنب انا بدي ضل معها. خلال بلشت بعمليه التنظيف والتعقيم وبلشت البسها بالبوت والجربات. وخلال كل هاي المعاناه وهذا الفيلم اللي احنا فيه وبدون مقدمات، ياسمين سالتني سؤالين بجمله واحده. هاي الجملة كانت كفيلة انه انا وزوجتي نفعل حملات اغاثية بكل دول العالم. هاي الجملة كانت كفيلة انه حاليا في مؤسسة اللي إلها 500 متطوع حول العالم. هاي الجملة كانت كفيلة انه نستغني عن نص حياتنا ونص الاشياء اللي بنحبها ونص وظائفنا عشان نكمل مسيرتنا مع اللاجئين. هاي الجملة كانت كفيلة انه تأكد لنا بنهاية المطاف انه كلنا لاجئين وانهم هم اللي بيعطونا مش احنا اللي بنعطيهم. قررنا نرجع من بودابست. لما رجعنا من بودابست بالفعل قررنا القرار الكبير انه احنا مش رايحين نوقف حتى انتهاء الازمة. ومن هذيك اللحظة لغاية اليوم وصلنا ل 500 الف لاجئ بمعونات مختلفة بكل انحاء العالم. أنا وزوجتي العزيزة منى اللي تعذر عليها الوصول اليوم قدرنا خلال 3 أشهر نكون بسبع دول وسبع حدود. حسب رأيكم مين اللي أعطانا هاي القوة؟ مين اللي أعطانا هاي القوة والطاقة اللي تخلينا اللي تنتج منا منظمة اللي معترف فيها محليا أوروبيا وعالميا وإلها ركيزة أساسية بقاعدة قرآنية الجميلة بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وإن ليس للإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. حسب رأيكم مين اللي أعطانا هاي الطاقة؟ مين اللي بيعطينا هاي الشعور إنه إحنا عن جد بعدنا موجودين بهذا العالم؟ مين اللي أعطانا هاي هذا الإحساس إنه أنت لم تخلق عبث؟ مين البطل هون؟ إحنا ولا أنتو ولا الداعمين ولا المتابعين ولا المتطوعين؟ البطل هو ياسمين. البطلة هي ياسمين. سبحان الله قديش الحياة بسيطة وبتكون أنت مخطط لحياتك بكثير أمور بدك تسويها، ترسم مستقبلك كيف ما بدك إن كان لحالك ولا كان مع عائلتك ولا كان مع صديق أو مع زميل. وفجأة بقرار وبسؤال وبآية وبياسمين تتغير كل حياتك. شكرا. مش حابين تعرفوا؟ ماني جاي اكمل بس طفولي المايك. لا طيب بما انه بقدر احكي، بما انه انا وزميلي عبد اللي هو رح يحكي بدوره عن نشاطات المؤسسة، خلينا هذا السؤال بالآخر اللي يكون مفصلي ما بين خطابي وخطابه. السؤالين اللي سألتني إياهم ياسمين اللي بسببهن غدرنا أو تحولنا من حي الله ناس اللي جايين عبالهم يجوا يساعدوا اللاجئين لمرة أو مرتين أو حملة أو حملتين لناس اللي لليوم بتشتغل. وأنا واقف حاليا عندكم هون في عنا 4 مجموعات بتشتغل وبتساعد الكثير من الياسمينات بأربع دول مختلفة. السؤالين هن، شكرا. السؤالين هن: عمو احنا لوين رايحين؟ وعمو هل انتو جايين معانا؟ انا بطبيعة عملي مدير مؤسستين مش مؤسسة واحدة، كل يوم بجاوب آلاف الطلاب وآلاف الأهالي عن آلاف الأسئلة، ولكن ياسمين ما عرفت شو أجاوبها، أو بالأحرى بعرفش إذا جوابي إلها كان صح. اللي قدرت احكي لها اياه انه حبيبتي ياسمين ما تهكليش هم، المكان اللي انت رايحه عليه هو جدا امن لإلك ولعائلتك. شكرا كمان مره. للحديث وللتوسع مش عن تجربه شخصيه الا عن نشاطات المؤسسه المختلفه اللي كان اخرها حدود الاردن سوريا. اللي بقرا آخر تقرير لأي وزارة بالأردن
بيقدر يعرف انه منظمة بذور من اجل الانسانية ما قدمته على حدود جابر درعا كان اكبر من جميع سفارات الدول العربية مجتمعة. بارك الله فيكم.